برأيك شو أهم ما عندي رأي. أهم إنجاز بشري شو هو؟ إنه تسكتي. ليه؟ تسكتي. طب ما عاد خليني أحكي، بدي أحكي. ما بدي إياك تحكي هالكلام، أمورك. طب ليه شو ما بدي أعذبكم. لا 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 لا، طب شو إنجاز؟ ما في إنجازات بشرية؟ عم بقول لك أهم إنجاز. ما بدي أطلع مع حدا هيك دخيل. طب لحظة لحظة لحظة. أمورك. لا 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 لا، لحظة لحظة لحظة. أمورك. ما فيني احكي مع ناس سخيفين وموتى، ما فيني ماني عايزتي رايح عند اغلى واغنى واحد بيل جيت تحت سرميتي وصيف الاسلام. اوف بدي اقعد معكم. قوم فلو قوم فلو. لا لا لا، طب خلص تعي خلص بس لا ليه عم تقولي لي حتى شريطه. قوم فلو. طب خلص خلص اوكي يلا رح خلص في رح نغير رح نغير رح نغير رح نغير يلا نضال ابن دنورين سهلنا ما الجليد. طب خلص يلا رح نغير الموضوع رح نغير الموضوع. مثلك لابسه هيك تياب ومانيكير وبديكير وشنقر. طب شو بدك البس؟ شو البسي احلى؟ طب فرجيني شو طبخه اليوم. ماني طبخه شيء عن جد. طب فرجيني عن جد فرجيني. طب الاكل الميكروبياتك شو؟ خلينا نفرج العالم. السؤال السخيف دخيل. ما كنت حبيتيني وكنت خلاص يا عمي قوم في اللو ما جليلي. طب فرجيني شو طبخه. ماشي ماني طبخه شيء طبخه. لا لا شو فيك؟ طب كيف هذا الحكي بدك تحكيه؟ طب جعان لا ايد شت عندي كثير لحو بايد اوباما ايد شت هي شيء انا ماني بهالمستوى دخيلكم. قالوا لي ما رح فيك تضاين معهم خلصنا ايرفوا. طب ليه طب لحظه ليش على طول بده يصير في هيك؟ طب فسري لنا يا اختي ما نحن جاهلين بس اذا بتسكتي بحكي واذا بدك. طب رح اسكت يلا تعي احكي. لا 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 مش فل قلت لك ماني رح فل. ما قلتش ليه بدي ادخل. لا لا قاعدة هيك ساندرا انتوا ضلوا كم واحد وبس خلص. طلع طلع هي فتحت الباب بس انا مش رح فل. جاي على اجمل بيت من امي العربيه في علم وفهم تسالك سؤالك. ضبي لي شعراتي. ما ضبطوا الشعر. شو ضبطي؟ طلع لبسي فستان. هلا برا ما حدا بياخذون. طب ما طلع فلات وصبغه شعراتها ولبسي مخزق ومدري شو هيدا هي ما حدا بياخذ. طب فيني احكي؟ فيني احكي لك اول كلمه بيقولوا نو لبسي مثلك جينز انا. نو عربز نو مسلمز نو ام اس جي ان ذا فود نو انيمالز. طب مين بيحكوا؟ الله ومحمد وعلي. طب ست مريم لبسي مثلك جينز ولبسي ويسي. لك شو بدك لبسي ماني ما بقى. طب لحظه طب ما لبسي مثلك جيزو ضب شعراتي وما حاطه شيء بايدي شو بدي اعمل بعد اكثر من هيك؟ روحي يلا فلي. لا ناطرتك تكفي تحكي فلي ما رح فل ولا ما رح فل. ما قلت لك خلص ما بحكي ابدا غير مع حدا تاني بحكي بقدر بحكي. طب يلا عادي مش مع حدا دخيلكم ما بقدر ما فيني كذب على حالي ما بقدر عم كذب على حالي يعني. ناطرتك تحكي انت قربي رح اسكت اخر خمس دقائق احكي انت. ما قلش ليه لا دخيلكم بس. طب ما كل مره نفس التعصيب بتعصبيه بتنورين بهيك وهيك لانه سيف الاسلام تارك مليارات على جناب. اسئله كل الاعلاميين سخيفه. علمينا. طب ما انت عم تعلمينا على اساس ما في حدا ما طلع دخيلكم خلص ما بقى الجليد يعني اكيد البيت نظيف وكلكم والطاقه بتحسوا فيها بس. طب يلا تعال كفي اخر خمس دقائق يلا. ما في ابدا. حطي ميك اب حطي ويك اب ام ودبليو اللي بيا اعطوني ايميلكم بعت لي ايميلك تقدر اتراسل معكم كلكم بس ما فيني احكي معك ماني عايزتها يعني اغنى الاغنياء بيل جيت بده يعني قال لي باسلم قلت له اي ام جولدن جيت يا ربي بيل جيت خلص تعرفت على حاكم هالكره الارضيه وقت بتتعرفي على رجال شفت كل الرجال بتتعرف على مره شفت خلصنا ما بدي يكون هيك ازعاج هيدا عم بزعجها الا ما بدي ازعج لا انا مبسوطه كثير ما ابدا مش مزعوجه مشان هيك قلت له لا تحسين انا بترك وبخزوني وراح خليه بالشوارع وقع ما بعرف ما بيخصك هيدا انا ماني عارفه بس كلهم تحت اجري وصرميت لانه عارفين انه بالميل بتشتري العالم بس ما فيك تشتري نفسك. طب تعي نكفي خمس دقائق احكي انت الكاميرا يعني. كفي الخطاب انت ماشي ادبا انا بدي بحكي معي بحكي معها بس ما بدي ازعجها يعني مبسوطه انا مكيفه فيك بحبك واليوم حبيتك اكثر لانك صادقه كنت فكرتك بتعمليهم حركات على الكاميرا طلعتي عن جد هيك بتعصبي بشوف هيك بشوفكم كل واحد منكم يعني عندي الامكانيات كلنا استراليا فانكوفر وين ما كان تاخذوا جنسيه اجنبيه وهيدا طب ما عندك غفران كل يوم الصبح بس خليني احكي كلمتين انا بدي احكي اشياء يلي تراضي طب اعطينا كم تيبس نفيد الناس فيه. طب كم تيبس نفيد الناس فيه بعلم الميكروبيات؟ كل الكتب موجوده على بيت الله في شيء 200 كتاب لمريم. طب اعطيني اهم ثلاث كتب نقريهم. بديش. طب اعطيني اهم ثلاث كتب نقريهم. سؤالات سخيفه الاهم اعطيني كيف بدي اتنفس. سؤالات كثير سخيفه. لا منا سخيفه اعطيني اهم ثلاث كتب. اعطيني ثلاث كتب مفاتيح بالنسبه للناس. طب رسالتنا انه نفيد الناس. خاطر انا رح فل من البيت. لوين لوين انا رح فل ما بدي لا ما تفلي خلص تعي خلص نحن بنظهر خلص.